لنبدأ. الأفيال يمكن أن تعيش حتى 70 عاما. البوم يمكنه تدوير رأسه حتى 270 درجة. الكلاب يمكنها شم الروائح حتى 100,000 مرة أفضل من البشر. القطط يمكنها القفز حتى 5 أضعاف طول جسمها. الثعالب تستطيع سمع الموجات فوق الصوتية. بعض السلاحف يمكنها العيش لأكثر من 100 عام. الأسماك يمكنها العيش في بيئات مختلفة بما في ذلك المياه المالحة العذبة. الكوالا ينام حتى 20 ساعة في اليوم. النمل يمكنه حمل وزنه فوق وزنه ب50 مرة. السناجب يمكنها تخزين الطعام لعدة أشهر. الجمل يمكنه أن يعيش بدون ماء لأيام عديدة. الطائر الطنان يمكنه الطيران إلى الخلف. بعض أنواع الحيتان يمكنها أن تصل إلى أعماق تصل إلى 3000 متر. بعض العناكب يمكنها أن تمتلك شبكات تصل إلى 30 متر. البط يمكنه السباحة والطيران والمشي. الفهود يمكنها تسلق الأشجار باستخدام مخالبها الحادة. النعام هو أسرع طائر على الأرض ويمكنه الركض بسرعة تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. النحل يرفرف بجناحيه بمعدل 200 مرة في الثانية. الأبقار يمكن أن تتذكر الوجوه والأماكن. الصراصير يمكنها العيش بدون رأس لبضعة أيام. البوم يمكنه رؤية الألوان في الظلام. بعض أنواع القرش يمكنها العيش حتى 100 عام. الفئران يمكن أن تقفز على ارتفاعات تصل إلى 30 سنتيمتر. الببغاء الرمادي يمكن تعلم مئات الكلمات والأصوات. قناديل البحر لا تمتلك دماغا. تظهر هذه الحقائق تنوع وإصالة عالم الحيوانات حيث يمتلك كل نوع خصائص فريدة تساعده على البقاء والتكيف في بيئته. وبس كده، سلام.